بسم الله الرحمن الرحيم. قد أجمع العلماء على أنه ولد رضي الله عنه سنة 150، وهي السنة التي توفي فيها الإمام العظم أبو حنيفة رضي الله عنه. وقيل إنه توفي في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولم يثبت المقيد باليوم، ولكن أكثر الناقلين أنه ولد فيه اليوم الجمعة آخر يوم من رجب المرجب سنة 150 من الهجرة النبوية بغازة أو أسقلان، فهما من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقد يقدر الحول بهما، فقد جعلوا من البركات المخفية حول المسجد المقدس، فهذا الإمام عين البركة. فالبركة طائفة عليه لأنه من أوعية العلم والتقوى، بلى إنه من أعلم أهل الأرض المقصورين بعد الأصابع. كيف لا، وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلميته وأفضليته، فقال: رب مبلغ أو عام سامع، ولا شك أن السامعين هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان هو أو عام بعضهم فهو أعلم منهم، فحامل العلم من الأشهاد الذين يشهدون على وحدانية تعالى. وفضيلة الرجل بعلم والتقوى فضيلة على سائر الفضائل المعتبرة في الدين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالخير هو البركة، فثبت أنه من البركات المخفية حول القدس، كما هو من الخيرات المتلاهرات في أنحاء العلم. وقال تلميذه الربيع: رأيت في المنام آدم عليه السلام وقد مات، فسألت عن ذلك، فقيل: هذا موت عالم أهل الأرض، لأنه تعالى علم آدم الأسماء كلها، فما كان إلا يسيرا حتى أنه مات الشافعي. وقد رأى ليلة موته قائلا يقول: ليلة مات النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بمصر سنة 400 ليلة الجمعة بعد المغرب في شهر رجب، وهو ابن 54، ودفن في نهارها بعد العصر آخر يوم من رجب، وقبره بمصر عليه من جلالة وله من الاحترام ما هو بلاهك بمنصبه. ميلاده وموته في يوم واحد مشابه لميلاده النبي المختار صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الإمام شافعي عالي المقام، رضي الله عن الإمام شافعي عالي المقام، رضي الله عن الإمام شافعي آل المقام. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، اللهم نار القدس تلقى غازتي، فما هي إلا نور طلع النبوتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وعاش مع الأمي فاقدا لأصله، فلاقاك ما لاقاه عين الهدايات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وقال: لا أنا قد دخلت بمكة صبيا صغيرا في معيش كلتي. صلاة
فلا توبة تسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فجلست أعلام الأولى وأهلهم وطفت ما تفزا جدارا لهجرتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فخط لي جل القوم خطا قاضية فصاروا ببطن الخاتي خرزا حماياتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فيا أسفى ندري وإن لم تجد لنا فما بالنا في الطرق عند الظلامات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. منائر علم الله من آل هاشمين فملأت باقى الأرض من دون عسرتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فما زال مسعى القوم سيلا مموجا إليه كبحر الحرب سمع وطاعتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. حجاز فمصر ثم هند عراقهم من الشرق حتى الغرب من تحت رايتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. دعائم هذا الدين أحمد حنبلي ومعه كرائس يداني برتبتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وثلث منهم زعفران ومثله أبو ثورهم كانوا بأعلام جلتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وأشبالهم كالليث طافوا وتلمذوا وصاروا منار الدين في حرز دولتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.